السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي حتى هو بحال الفيديو السابق غادي يخدم على ليكزارسيس اللي كيمكننا نزيدو السطر في هذا في اون طابل. دونك هذا انا بديت لكم انطلاقة من ليكزارسيس اللي صوبنا واللي غتلقاو الفيديو ديالو تلاح قبل من هذا. هو هذا اللي خدمنا بلا ميثود كرييت اليمنت، دابا غادي نحيدها وغنحاول نخدم بلا ميثود انسيرت ادجاستد اتش تي ام ال. دونك في نفس لا ميثود اللي سميتها اجوتي، اول حاجه غادي نمشي لهذيك تي ار ديال العناوين غنعطيها واحد الايدي، من بعد غادي نجيبها بجيت اليمنت باي ايدي. دونك غندير دوكيمون بوان جيت اليمنت باي ايدي السميه ديال لالين ديال العناوين الايدي اللي اختاريت ليها، وغندير بوان وغنستخدم ديريكتومون لا ميثود انسيرت ادجاسنت اتش تي ام ال. غتشوفوا ان لو كود ديالها كيكون بلو سامبل كو الكود ديال كرييت اليمنت. دونك هنا كي قلت لكم في الكور في الشرح ديال الكور ان عندنا اربعه ديال لي بوزيسيون اللي كاينين، نقدروا نختاروا اللي غادي تناسبنا. انا هنايا درت افتر اند، يعني قلت لي من ورا ما يتسالى السطر الاول كتزيد سطر جديد، هذه هي افتر اند، يعني السطورة غادي يوليو تتكريا ومن وراء كل سطر جديد كيجي هو الاول. هنا هزيت الكود اش تي ام ال اللي بغيتو يتزاد ديال سطر عادي، وكي قلنا غادي نديرو لي زابوستروف او لا ليغومي الا ما عندناش لي زاتريبي ماشي مشكل. دونك دابا الا جربنا فيما كان نكليكي على لو بوطون كتلقاو السطر كيتزاد، ولكن المشكل اللي كاين هنا انه كيتزاد بنفس المعطيات، لانني انا خليت الكود ديال لالين عادي فيه نفس السميه ونفس الايدي. فدابا هنا غادي نحيد هذاك الاسم باش يولي كي يكون على حساب اشنو كتب لي ليوتيزاتور، ونفس الحاجه بالنسبه للايدي. دونك غنديكلاري واحد لا فاريابل فين غادي نحط الريزولتا ديال داكشي اللي غيعطيني ليوتيزاتور، مثلا غنستخدم برومب، ونفس الحاجه غنديكلاري واحد نو واحد لا فاريابل فين غنحط داكشي اللي غادي يعطيني ليوتيزاتور. فوالا، وغادي نمشي عوض ال 1 1 1 غنحيدهم وغندير بلس بور كونكاتيني ونكتب اي. نفس الحاجه بالنسبه لو نو، غنحيدو لو نو الحكيمي وغادي نكتبو نو اللي هو داكشي اللي عطاني ليوتيزاتور. اي فوالا، دونك غادي نجربو. فوالا كيما كتشوفو راه كيتزاد لينا السطر، غير دابا كيتزاد لينا السطر ديما سطر جديد كيجي هو الاول، لانني اختاريت هاديك لوبسيون ديال افتر اند. الا بغيت انني ما يتزادش ليا بهذه الطريقه راه نقدر نشونجي هذيك لا بوزيسيون ديال افتر اند او نشوفو طريقه اخرى. دونك هنا غادي نخدم غنحيد الخدمه على لا لين وغنخدم على الطابل كله وغندير بيفور اند، يعني قبل ما تسالي تكون لا فيرميتور تاع تيبل غادي تزاد سطر باش يتزاد لينا هو الاخر. فوالا، دونك كيما كتشوفوا كيبقى السطر فيما كيتزاد كيتزاد هو الاخر. ولكن كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا، ونتلاقاو ان شاء الله مع تمرين اخر. الى اللقاء.